لان الحقيقه ما قدمه الاهلي من خلال من دروس من خلال مباراته مع بيراميد شيء عبر الحدود. عموما هو ده كمان كلام مهم جدا، لانه من وحي هذه الاحداث الكبيره جدا دعونا نستعرض معكم ابرز عناوين الحلقه. مقالي ومقاله اكبر من مجرد نادي. الغربال، هل جاءكم نبأ الاهلي؟ وبعظمة لسانه كان لازم الجينات تنتصر. الشموع الحمراء، عبد الوهاب سليم والثالوث الغالي. وأسرار الملك، يا صفقة ما تمت. وأخيرا في مجلتنا من 40 سنة.